السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا أبناء التلاميذ في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. موضوع هذا الفيديو إن شاء الله هو التعميل، يعني في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نعلمكم مهارات وتقنيات التعميل. فكلكم كتعرفوا بأن التعميل من بين المسائل اللي هي صعيبة جدا في الرياضيات، واللي الكثير من التلاميذ ديالنا كيلقاو فيها واحد الصعوبات وواحد التعقيدات اللي كتجعلهم يعني واحد العدد منهم يعزفون عن هذا النوع من التمارين، ما كيحاولوش حتى يخرجوا، علاش؟ انك كيلقاو فيه واحد الصعوبات كبيره. ولكن ان شاء الله بعد هذا الفيديو انا كنعتقد ان جميع التلاميذ اللي غادي يشوفوا الفيديو غادي يتمكنوا من انهم يخدموا عمليات ديال التعميل. اذا اول حاجه نعطيكم القاعده كما كتشوفوا على الشاشه، يعني ك في ا زائد ك في بي اش كتساوي لنا؟ ك في ا زائد بي، يعني حولنا هذا المجموع الى جدا. الحالة الثانية، القاعدة الثانية، ك في أ ناقص ك في بي شنو كتساوي لنا؟ ك في أ ناقص بي، يعني حولنا هذا الفرق إلى جدا. فالتعميل شنو هو في القاعدة؟ شنو هو التعميل؟ هو تحويل المجموع أو الفرق إلى جدا كيف ما كتشوفوا هنا في القاعدة. إذا نعطي واحد المثال باش نفهموا الطريقة ديال التعميل بشكل أبسط. ناخذ مثلا تسعود إكس زائد 27. إذن أول حاجة قبل ما كنعملو كنحاولو نكتبو هاد الكتابة اللي درنا على هاد الشكل، هذا على هاد الشكل ديال القاعدة ك في أ زائد ك في بي، يعني خصنا نحاولو نبحثو على واحد العامل مشترك بين هذين الحدين. شنو كنديرو؟ كنبحثو على القاسم المشترك بين 9 و 27. إذن شنو هو القاسم المشترك بين هاد من هذين العددين؟ هو 9. دونك كنديرو 9 إكس هي 9، 9 في إكس 27 شنو هي 9 في 3. إذا كتلاحظوا بأن 9 كتكرر هنا وهنا، شنو كندير؟ هذاك 9 راه هو ك، بحال ك في الحالة الأولى في القاعدة الأولى، هذا ك اللي كتكرر في الحد الأول وفي الحد الثاني هي اللي كنكتبوها هنا. إذا 9 كتكرر هنا وهنا، شنو غندير؟ غادي نكتبها هنايا، تولي 9 في إكس زائد 3، يعني هاد 9 اللي كتكرر هادي هو 9 اللي كنحطها هنايا، وداكشي اللي كيبقى لنا في الحد الاول بقات لنا اكس، حطينا اكس. شنو بقات لنا؟ بقات لنا 3، حطينا 3. اذا بكل بساطه هذه الطريقه ديال التعميل ديال هذه العمليه. نشوفوا الان اعزائي التلاميذ المثال الثاني، يعني 7 اكس و 6 ناقص 5 اكس، والسؤال هو عمل ما يلي. اذا كما قلنا خصنا نحطوا هذه في الصيغه اللي وريتكم قبيله ديال القاعده، نبحثوا على واحد العامل اللي كيتكرر هنا وهنا. اذا اش كتلاحظوا؟ 7 اكس اس 2 ماذا تساوي؟ هي 7 في اكس في اكس، لان اكس اس 2 هي اكس في اكس. غادي نحطوا ناقص ديالنا، 5 اكس هي 5 في اكس. اذا اللي كتلاحظوا هو ان في هذين الحدين كاين واحد الشيء كيتكرر، هو اكس، اكس كاين هنا وكاين هنايا، هذا الحد الاول وهذا الحد الثاني، يعني يتكرر اكس هنا وهنا. هذاك العدد اللي كيتكرر هو الذي نعامل به، اذا كتعطينا اكس عامل. اذا الى حيدنا اكس في الحد الاول، حيدنا هذا اكس اللي عملنا به هنا، شنو كيبقى لينا؟ كتبقى 7 وكيبقى اكس، يعني انا حطو هنا ماذا؟ 7 اكس. كتحيد غير هذا العدد وكتاخد داكشي اللي بقى كتحطو. الاشاره اللي عندنا هنا شنو هي؟ ناقص، اذا كنحطو ناقص. هنا الى حيدنا اكس شنو كيبقى لنا؟ كتبقى لنا 5، كنحطو 5. اذا هذا هو المثال الثاني، وهذه الطريقه ديال انجاز هذه العمليه. نشوفوا الان المثال الثالث، 6 اكس و 2 زائد 36 اكس. السؤال هو عامل ما يلي. اذا اش كنلاحظوا؟ ما بين 6 و 36 كاين واحد القاسم مشترك. إذا شنو هو القاسم المشترك بينهما؟ هو العدد 6 نفسه. علاش؟ لأن 6 هي 6 في 1 و 36 هي 6 في 6. كما أن إكس و 2 و إكس كاين واحد العدد، واحد العامل مشترك بينهما وهو إكس، واللي كتكرر هنا وهنا. إذا غادي نفككوا كل حد على حدة بالطريقة التي رأينا من قبل. إذا 6 إكس و 2 هي شحال؟ هي 6 في إكس في إكس. نحطو زائد ديالنا هنا،
36 اكس شنو كتساوي لنا؟ كنفككو داك 36 هي 6 في 6 في اكس. اذا شنو كيتكرر عندنا في ما بين الحد الاول والحد الثاني؟ اول حاجه كتكرر 6، ها هي 6 كتكرر هنا وهنا. شنو اخر كيتكرر؟ كنلاحظوا اكس كيتكرر هنا كيتكرر ايضا هنا. فهمنا؟ اذا ما هو العامل المشترك بين هذين الحدين؟ هو 6 اكس، لانه هو الذي يتكرر في الحد الاول وفي الحد الثاني. يعني كنكتبوا 6 اكس في، الى حيدنا 6 اكس شنو كيبقى لينا؟ كتبقى اكس، كنحطو هنا اكس زائد هنا. الى حيدنا 6 اكس شنو كيبقى لينا؟ كتبقى 6. وهكذا نكون قد انهينا هذه العمليه. والان ننتقل الى المثال الرابع والاخير من هذا الدرس. 25 اكس اس 3 ناقص 15 اكس زائد 40 اكس اس 2. السؤال هو عامل ما يلي. اذا كما كنلاحظوا هنا في هذه الحاله عندنا ثلاثه ديال الحدود. الحد الاول هو 25 اكس اس 3، الحد الثاني هو 15 اكس، والحد الثالث هو 40 اكس اس 2. اذا كما كتلاحظوا 25 15 40 عندهم واحد القاسم مشترك. ما هو هذا القاسم المشترك؟ هو 5. علاش؟ لان 25 تساوي 5 في 5، 15 كتساوي لنا 5 في 3، و40 كتساوي 5 في 8. اذا غادي نعملو ب5. ايضا عندنا حرف يتكرر هو اكس اس 3 اكس اكس اس 2، يعني الحرف اللي كيتكرر هنا هو اكس. اذا لما كيكون عندنا شي حرف كيتكرر كنعملو بالحرف اللي عنده اصغر اس. وفي هذه الحاله اصغر اس شنو هو؟ هو اكس، لان اكس هي اكس اس واحد. اذا قبل ما كنعملو اول حاجه كنديروها هي كنقوم بتفكيك هذه الحدود الثلاثه. اذا 25 اكس اس 3 شحال كتساوي لنا؟ كتساوي 5 في 5. اكس اس 3 شنو هي؟ هي اكس اس واحد في اكس اس 2، لان الا جمعنا هاد الاسين كيعطيو لنا 3. زائد 15 اكس شحال كتساوي لنا؟ 5 في 3 في اكس، باردون خصنا نديرو ناقص ماشي زائد، حيت عندنا ناقص خصنا نحطو تا هنا ناقص. الان عندنا زائد كنحطو زائد. 40 اكس اس 2 شحال هي؟ 105 في 8، و اكس اس 2 هي اكس في اكس. اذا اللي كيتكرر عندنا في هاد الحدود الثلاثة هو 5. 5 كتعاود هنا وهنا وهنا. كذلك عندنا اكس كيتكرر، لان اكس اس 1 هي اكس، عندنا اكس هنا وفي هذا الحد اكس وفي هذا الحد اكس. اذا الى قسمنا هذه الى ثلاث حدود كيتكرر عندنا 5 اكس هنا في الحد الاول وفي الحد الثاني وكذلك في الحد الثالث. اذا هذا 5 اكس هو العامل المشترك. نحطو 5 اكس في، وكنفتحوا القوس نشوفوا دابا الحد الاول. إلا حيدنا 5 إكس شنو كنشيط لينا؟ كنشيط 5 و إكس أس 2. شنو كنحطو؟ كنحطو 5 إكس أس 2، كنحطو ناقص حيت عندنا ناقص كننزلو ناقص. أنا غنتقلو للحد الثاني. إذا إلا حيدنا 5 إكس شنو كنشيط لينا؟ كتشيط 3، كننزلو 3. أو هنا عندنا زائد كننزلو زائد. هنا عاوتاني في الحد الثالث إلا حيدنا 5 إكس شنو كتشيط؟ 8 إكس. إذا كننزلو 8 اكس. اذا هذا هو التعميل ديال هذه العمليه. كما كتلاحظوا الى تبعنا غير الخطوات بطريقه جيده غادي نحصلوا على نتيجه صحيحه 100%. والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.